السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دي ملك استاجو تانكو سودو هذا الشانل كينا عشان شي فاملي أصحابتي دا أرتساكي وحايدين وضاء صاحبك قراء سمينا إن تصايا إن شاء الله كبعد إن وحايدين كوكو في جناية عاشو أدو أخرين يس قراء نوسو كلي أقول أحدين آيادة أوج على لسوق بصنايا قراء بدل ما أخرين دوني كبعد إن وحايدين كوكو في جناية فيديو يال أو حادر كسعود إيتوبيا أوكي سو سانة ينوغو بلا مانيسا قايس أرت مركور ساكي وحايدين تصايا يا قراء كرينوي ساكي صحيك يا كرينوي بانكيك وسمينو يا قايس عدانك أنا ماشا ملوح إيو حاس عناي وحيكر صدام بانكيك سويحي باشا سو كرينوي بانكيك واي وكنا انتو سمعين انتو سعرت او هذا سان آية قرآن ان اخري اجي سوغيسين سمها عبسي عبسي واي ور هذا الكوالي سوف الاستا قرآن كمحاو تيتا محانو بحشونو يا قرآن انا لسوف الاستا قايس مرك guys فيديو قرآن كواركتن and some filayo and مرك عدوى عن كرؤده هواية وأكتين ده عن التوجيد مع قاني تهذا كلا عد كي قصص لنا وما قرحانه لكن وإذا أنتوا سائلين عن قرآن آخرين كرا وآخرين كرا actually لكن تجويد مع قاني مرك guys and فيديو كحجة حواية إثيوبيا يوحى هدر كسعده إذا بيسأل السعودان هدينا للسعودين هدي كلابا دولة ده وحكوك عسنا تا إسلامك مثلاً كحكوك عسنيين مساجد يا جوبين لباتن إصدح مساجد يا عاصمة روك ليجين guys okay guys so video جس كبعد وحيدين تصيدونا سامالين كنا ونا أها مركز كديب مركان برنان كأني وحن سمينا أنا قدر so مركز video جس please فير صدا هاك بحنا so مركو حرجينا إنا إلا إذا ما تأفير سطان إن هداد إلا إذا ما تأذكرين please ولا subscribe إيسار comment صابحه like صوصار وعطسي okay thank you ومهتمين مقالة عبد الصبا عصمة ودك إثيوبيا أيها لقب بري صدق يلا بعتر مسجد وح كبضا ويجن جذهيسة ولي بمساجد هذا وح لقب بري لنقلي عقف عقف وح أنا سو قلي بربرين هنا ودولة إثيوبيا شعب كمسلمين تكون إثيوبيا قارها شعب كان لقب بري مساجد هذا كنت كنشرين أيها الله يهد وح كنت كني بناك سو كل وح وبنا بحي سو كل لاير حق ودي سو كل وح لقب منوع سكول دقار ندمر كنت كان أيقو حجاب حدا كليات وح كنت يكران أيقو بلا حجاب أه وح كل الله شيء اللي حدا كون أو شعب أه أو مسلمين إن لقب بري guriyoodi loona ceeliyay dabada hadaba arinta la yaab kale qof kasto muslimno la yaab waxay tahay 32 kan masajid inta ka badan ee la burburiyay ee dumisay waliba dawladdu ee aan ilaa iyo hadan wax laga qabanin masajidku ma aha meel qof kaliya iska leeyahay masajidku ma aha meel qabiil kaliya iska leeyihiin masajidku ma aha meel qoomid kaliya iska leeyihiin masajidku waxa iska leh qof kasto muslimna waana beedki ilaahay hadii masajid la dundumiyana sida masajidka agtiisa oo kala suuga naxayo ayuu qofka muslimki uga naxaya masajid kasta meel kasto dunka ku yaalo arintan ayaa haysta dhamaan muslimiinta oo dhan qof kasto muslim inna arintan uu ka hadlaya waxaan rajaynayaa muslimiinta la barakeeyay laga burburiyay masajidada ay ku tukan jireen in uu ilaahay farash qeyr qabo u furo dadka gaalada ee masajidada burburinaya ee waliba ayagu ka tubtu dhex taala burburinayna in uu ilaahay masiibo degdeg ku rido
اوكي مركا فيديو غاس كدب جايز واني يا صبحني ان حسو ادني ميل او هل ساعه نوجرتو عاصمه دمشقنا سو ادني ان استيت كان دغنا عاصمه ديد واي ميشان وحالها لانسينج لانسينج حوسو ادنا جايز ان فوفو سعنا فوفو داد اقونين فوفو حواي عنت نيجيريان عنت نيجيريان كا ولي وحواي سورتودا سورت سومالي عمل او اكتاي لكن وين كجدي سنتا إلا waxaa laga sameeyaa ayaga sortooda cassava cassava ka sameeyaan masuuxa ka sameeyaan barada la jijibiyo asagan een saaso kale way ka sameeyaan marka balkaas u tagna meeshan wax yar markaan joognay horta ninka markaa waxaan dhay orod fiir aad inay meesha furan tahay shay u dir gaariga anagu ku jirno shay markuu imaado weydii ninku wuxuu yiri ma furay ilaa 5 o'clock markaasna waxaan la maray een afarti la maray wuxuu yiri ilaa 5 galabnimo ma furay markaas waxaan ku dhayn tadana oo imaanay suuq ana la soo hadlay afrikaan anagaas afnaqaanay waa u tagay nigerian waya waa u tag waxaan ku dhayn saaxib waxaan ka imaanay hal saac waa ogta grand rapid aan ka imaanay hal saac ay jirtaa ina cuntadan cuntadiina ina cunaa oo imaanay markaas wax u jiraan amal markuu wuxuu yiraahay dhimalahan adii meeqaatiin waxaan dhayanay caruurteeda iyo odaygeyga haya soo galoona dhay inta fadhiisto idin soo diyaarina maash anaga fadhina cuntada ninka u diyaarinaayo waxa imaadeen dad wada kamera wato speaker wato dj ibalaayo dhan ay soo diyaarsadeen ilaa maash waa la kireystay oo waxa kireystay madaw american eh ina maash ay ku dhigtaan dhalasho cunigooda oo maxal la cuntana maash ay ka cunaan laakiin waqtigi ayagu ugu tala galeen wili lama gaarin laakiin ayagu waxa imaadeen inoo waxooda si diyaar marka meesha anaga indhaab ka brig brig siinayna cuntadii wixii na ninka wili uu sakeenay mid cuntooyinka dhan isku diyaarinayay markuu keenay dhaana takeaway nooga dhig meesha marabnay takeaway nooga dhig waana baxnay marka guys